توفيق من نخلة، مدير موقع جيشي بوهيما، موقع رائد في مجال التذاكر الإلكترونية. الحمد لله الموقع حقق نجاح مورا عام وثلاث شهور ديال لونسمون ديالو، والحمد لله حنا طرقنا أننا نمشيو للمجال الرياضي وبالضبط لكرة القدم، لأن كان مشاكل كبيرة في المسائل ديال الدخول الملعب وولوج الملاعب، كان مشاكل كثيرة في اقتناء التذاكر في السوق السوداء. دونك كانت اون سوليسيون اللي حطيناها هذه مدة ديال 11 شهر. عند الناس ديال كازا ايفنت مشكورين من هذا الموقع أنهم تعاونوا مع هذا البروجي وهذا لا سوليسيون، وبالإرادة ديال الناس ديال الرجاء اللي كانت عندهم إرادة قوية أنهم بغاو البيبليك ديالهم ما يتكرفاش، بغاو ما يتعذبوش. دونك كانت هاد لا سوليسيون كانت مشروع بين ثلاثة الجهات، والحمد لله اليوم بعد 48 ساعة ديال لونسمون كاين إقبال كبير على التذاكر، والأمور غدا الحمد لله مزيان. أول حاجة المشروع كما قلت لك بدا مع شركة كازا إيفنت وبالإرادة ديال الناس الدراجة اللي هما الأولين بداو هذا المشروع، لأن الكوميتي ديالهم في شخص السي جواد زياد كان عندهم إرادة أنهم يبدلوا هذا الواقع ديجا اللي كاين، وثقوا في هذا المشروع الشاب الحمد لله. ولكن هذه دعوة لجميع الفرق المغربية اليوم باش يعاودوا يقادوا هذا السيستم، والحمد لله راه هذا الشيء اللي كاين. حنا أصلا جينا لهذا الوضع بالمشاكل اللي كانت، لأنني أنا اليوم علاش فكرت في هذا الدومين سبورتيف، وأنا اليوم كنا كنشوفوا مغربيين ما كنقول ما عندوش الحق انه ياخذ ورقته بكرامته بلا ما يتهان، بلا ما يجي مع 4 الصباح، بلا ما يتعذب. دونك داكشي علاش فكرنا في هاد لا سوليوشن، والحمد لله هادشي هذه دعوه لجميع الفرق المغربيه انهم الا بغاو يقادوا السيستم ديالهم حنا موجودين هنايا، وهادشي راه الحمد لله امور غدا مزيان. نعم كاين الرجاء وفرق اخرى اون نيغوسياسيون، حتى هما كيحاولوا يلا كيفهموا المشروع، يلا كيحاولوا يفهموا هذا، ولكن ان شاء الله غادي يكون تري بروشين بدايه البطوله، غادي تكون ما تكونش فقط بالرجاء ولكن بفرق اخرى ان شاء الله. جميع المنافسات حنا اجوردي بدينا بهذه المقابله الوديه اللي هي فيها فعلا تجربه، غتكون فيها تجربه مرموقه سورتو مع العدد الغفير اللي كاين عند جمهور الرجاء، ولكن راه مضبوطه جميع الفرق وجميع التظاهرات لا المحليه ولا الدوليه. اول تجربه هي مقابله الرجاء بيتيس يوم 4 اوت مع 8، ان شاء الله غادي يكونوا سيغ بلاص الناس لي زاجون ديال غيشي بوينما باش كيسهلوا الماموريه على الناس بانها تفهم الطريقه ديال ولوج الملعب ولا فاسون، لان اول تجربه حنا كنطلبوا مني من الجمهور انه يسير معنا هذا المشروع باش كل شيء يكون مستفد، لا الجمهور يكون مستفد والفرق تكون مستفده وجميع الناس تكون مستفده باش هذا الشيء كامل يزيد لقدام. وإضافة أخرى وأن اليوم هذا المشروع هذا خلانا أننا كنشوفوا اليوم الناس اللي بقاو كيقلبوا على دي سوليسيون بونكير باش يخلص أونلاين باش يدير، لأنه ما بقاش بغى يتكرفص، وهذا الشيء غادي يزيد بالإي كوميرس المغربي، غيزيد به القدام وبالمشاريع الشابة تزيد بهم القدام، لأن الناس غتولي تقلب على دي سوليسيون باش تخلص التذكرة ديالها، وهذه مسألة مهمة. باش تستافد من هاد الخدمه ديال التذكره الالكترونيه ديال المقابلات، دونك كتدخل لموقع غيشي بوينما فاسيلمون، كتدخل كتعزل الماتش ديالك في لاباج سبور، كتخرج لباج ديتاي دو برودوي اللي كاينه هنايا. دونك نعزل انا لا زون اللي انا بغيت ندخل لها، بحال دابا زون 2 زون 3 هادو التريبيون، وعندنا زون 5 اللي هي لا بارتي بيلوز. دونك كنعزل عدد التذاكر اللي انا بغيت ندخل بهم. دونك نفترضوا اننا بغينا ورقه ديال 50 درهم وحده، دونك كندير لاشا ديالي، نقدر نفيناليزي لا كوموند ديالي ونمشي ندوز ديريكتومون للبيمون، نقدر نكمل لاشا ديالي ونشري مقابله اخرى الا كانت عندي لا ديسپونيبيليتي ديال المقابلات. دونك نفيناليزي لا كوموند ديالي، كندخل فاسيلمون هنايا، دونك هنا كيكون عندي لا كونتيتي لو بري والعدد اللي خصني نخلص هو 50 درهم. دونك كندخل الاسم، الاسم ورقم بطاقه وطنيه باغ اكزومبل اللي كاين هنايا. دونك اول حاجه بان اي تيكي كيخرج من لو سيت هو انه سان تيكي فيه مستفيد بالاسم ديالو برقم بطاقه الوطنيه ديالو. الا كان مينور يل سوفي جوست ديكوشي وي
وهنا نورمالمون خصو يدير رقم بطاقه والاسم ديال الشخص اللي غادي يصاحبو الملعب. دونك عندنا باغ اكزومبل نو اون فوا كندوزو سور 3 كليك كندوز البيمون اون لين اللي هو باغ كارت بونكير بطاقه وطنيه بطاقه بنكيه وطنيه ولا 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 دوليه اللي كتدخل المعلومات ديالها. اون فوا كتخلص تشا لا بوسيبيليتي انك تخرج البي ديالك اللي هو هذا هذا سي ان تيكي اللي هو ديريكتومون كيدخل التيران. دونك هذا لو تيكي سي ان تيكي نوميناتيف في كود بار اللي هو كيدخلك ديريكتومون التيران. هذا الكود بار كيتستعمل مره واحده يجب على المستفيد انه يطبع هذه الورقه ويجيب معاه رافق مع البطاقه الوطنيه ديالو باش يقدر لاجون يستافد من